السلام عليكم يا شباب، كيف الحال وإيش الأخبار؟ والله العظيم من زمان عليكم، من زمان عنكم. اسكت. يقول سحب علينا، يقول لك يا سحب تفضلوا وين؟ شباب، خليكم قاعدين، ريلاكس ريلاكس. طبعا من اللي جلو يقول وينك. طبعا كيف يعني أسحب؟ كيف يعني وش دخلك يعني؟ أمزح عن الزول. بعد أنا عندي دراسة أهم من اللعب، عادني كذا سحبت، وأتمنى يعني تعذروني على السحب الطويل شهر أو شهرين، وين شهرين 3 أشهر 4 أشهر. أعتبر منكم الاعتذار شديد، وإن شاء الله أقدم الأفضل في الأيام الجاية. طبعا مثل ما تشوفوا في عنوان الفيديو، سويت قبيلة جديدة، وهي من قبل هذه القبيلة. زين، أتمنى إنكم تدخلوها. ظاهر معكم الرمز، ما عليك إلا تدخل في القبائل وتضيف الرمز وتنضم القبيلة. والشروط مع القبائل بخبركم الحين. طبعا يعني الدور الثالث، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أخطاء فردية اللي صارت، عشان ولكننا بنتهى الدور القادم، لكن نسيها القوانين. خلينا نسيها قوانين القبيلة. أول شيء لازم يكون تاون بتاون 9، يعني قلعة قبيلة تاون 9، مستوى 9. القانون الثاني أو الشرط الثاني إن يكون عدد الكؤوس 1000 بقرية الأم طبعا، وليست القرية الليلية. القرية الليلية 0. القانون الثالث إنك ما تسحب، أو الشرط الثالث إنك ما تسحب عن القرية مالك لمدة يومين، والأفضل إنها يوم، لأن يمكن يومين بعد طبتك، يعني يوم تسحب هذا كافي. وأهم شرط الاحترام والتبرع، لازم تتبرع ولازم تحترم أفراد القبيلة. طبعا اللي ما يقدر يدخل، يعني تاون أصغر من تاون 9 وكذا، ما يقدر يدخل قبيلة فعوافي، بعدها ما بنساك، وبسوي قبيلة. يمكن المقطع الجاي أو المقطع اللي بعده بسوي قبيلة خاصة المتابعين مفتوحة. فايش حبيبي، لو خلصنا ونقدر شوية نسولف معاكم. طبعا حسابنا الانستجرام لازم تتابعوني فيه، لأن بسوي بعد جروب فيه، جروب كي انستجرام، برسلكم بعدين كيف الطريقة آخر فيديو أنكم تضيفوني. ضروري جدا أنكم تتابعوني، لأن كل شيء فعاليات، كل شيء نسويه هناك. بعد ما نبدأ الفيديو، لأن هذا الفيديو مخصص بس عشان تدخل القبيلة حبة حبة، وبعدين عاد بتستمتع بتسوي مقالب، كل شيء بنسوي. وهذا طبعا قدامكم الحسابي في الانستجرام، كيف تضيفني، تدخل الانستجرام، تكتب شارم ام كي، وتكتب اللي هي شرطة ونقطة، وانا هني خلطت، لازم تمسح وتخلى 9 عدال النقطة، عدال النقطة، لكن انا غلطت من كذا، ما طلع معاي الحساب، فسويت المزيد الحسابات وطلع الحساب. وشكرا لكم، ونشوفكم في المقطع الثاني، ولا تنسوا تدخلوا تتابعوا في الانستغرام. تمام، والسلام.